لسه بنكمل كلامنا طبعا عن سوهاج، واللي الحقيقه تشهد واحد من احدث المشاريع العملاقه الكبرى اللي هتجد اكيد ان شاء الله صدى كبير جدا وخدمه لكل اهل الصعيد كله، مش بس سوهاج. مستشفى الجامعي الجديد بمدينه سوهاج الجديده. الحقيقه المستشفى صرح عملاق زي ما حضراتكم بتشوفوا كده بتتابعوا معانا على الهواء، بمعنى الكلمه هيوفر عليهم مشقه السفر لمحافظات وجه بحري زي ما كان بيحصل قبل كده لتلقي العلاج. نقول لكم شويه معلومات كمان عن المستشفى، فرصه ان احنا بنتابعها مع بعض. تم انشائها تنفيذا طبعا لتوجيهات القياده السياسيه بالاهتمام بالصعيد ومحافظه الصعيد تحديدا. تم الانتهاء منه بتكلفه اجماليه تقريبا مليار و178 مليون جنيه. مش بس كده، ده المستشفى بتضم 47 سرير عنايه مركزه، والعنايه المركزه دي كانت ازمه كبيره جدا في مستشفيات كتير على مستوى مصر، فلكم ان تتخيلوا 47 سرير ده رقم كبير بالنسبه للعنايه المركزه، 12 غرفه عمليات، 286 سرير من بينها قسم خاص بالعيادات الخارجيه، 12 غرفه عمليات جراحيه كبرى وصغرى، 47 وحده عنايه مركزه، وحدات غسيل كلوي للاطفال وللكبار. ارقام كبيره وارقام ضخمه وحقيقيه. الله الله، هنيئا لكم أهل الصعيد. مستشفى جديد زي ما شفنا مبني على مساحة 24 ألف متر مربع متقسمة لثلاث مباني. المبنى الأول بيضم قسم الاستقبال والعيادات الخارجية، والتاني مبنى تعليمي وكلية الطب البشري، والتالت مبنى الخدمات واللي بيشمل كل الخدمات اللي هتقدمها المستشفى. الحقيقة مجهودات جبارة ومهمة جدا وفارقة في حياة المواطنين، سواء على مستوى الخدمة المقدمة أو وتوفيرها بأفضل السبل الممكنة للمواطنين وحبايبنا في الصعيد. وكلنا لمسنا حقيقة يعني تغير في منظومة الطرق والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات والدعم المستمر من الدولة.